أما الحالات الجديدة فتتوزع على النحو التالي: 4 من النعمة، 2 من كيهيدي، 1 من لاق، 3 من مطال عشار، حالة من روسو، 4 من وذيبو، 1 من الاقصر، 4 من السبخة، 8 من تفرق زينة، 4 من دار نعيم، 1 من تيارت، 5 من توجونين، 12 من عرفات، 18 من الميناء، وحالة واحدة من الرياض.